أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، سائلة من بريطانيا تقول تسأل عن حكم الهجرة لوحدها إلى المملكة نظرا لأن أبويها مرتدان عن الإسلام. نعم، المرأة تسافر لوحدها للهجرة، إذا اضطرت إلى السفر وحدها للهجرة خاصة تسافر بدون محرم، أما لغير الهجرة فلا تسافر إلا ومعها ذو محرم. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.